طيب ان شاء الله نكمل الموضوع بتاعتنا النهارده. احنا اخر مره كنا عملناها المره اللي فاتت كنا عملنا الايدنتي مانجمنت سيرفر، كنا عملنا الاي دي ام 1 وعملنا الاي دي ام 2 لو تفتكروا كويس. وكنا كمان اتكلمنا او احنا قلنا المره اللي فاتت ان احنا هنكمل ان المره دي بان احنا نعمل الاكتيف دايركتوري سيرفر، ونبدا نحاول نعمل ايه تراست ريليشن شيب ما بين الاكتيف دايركتوري وما بين الويندوز، او اسف ما بين الاكتيف دايركتوري وما بين الاي دي ام، ما بين ويندوز وما بين لينكس. طيب كلام جميل، ايه اللي المفروض نعمله بقى النهارده؟ شفت الخطوات اللي احنا عملناها للاي دي ام لو تفتكر لما عملنا الاي دي ام سيرفر؟ بكل بساطه الخطوات اللي احنا عملناها كانت بسيطه جدا في البدايه، تعالى كده نراجعها ببساطه كده بشكل بسيط جدا. الخطوات كانت كالتالي يا سيدي: انستول الاوبريتنج سيستم، صح، مينيمال انستوليشن رقم واحد. رقم اتنين عملنا الاي بي ادرس بتاع الماشين. رقم ثلاثة الهوست نيم بتاعها، دي يعتبر بيزك ريكويرمنت بغض النظر عن انت بتعمل ايه بالظبط، يعني سواء ويندوز سواء لينكس ان شاء الله تكون بتعمل ايه باللذي، الخطوات دي ثابته عند اي حاجه بتعملها، تمام. بعد كده عملنا انستول للباكج بتاعه الايدنتيتي مانجمنت او الباكج بتاعه ال داب والكيربروس وكلام من ده. نفس الخطوه دي هنعملها على الاكتيف دايركتوري سيرفر، هنروح نانستول الاكتيف دايركتوري، خلاص، اللي هو بالنسبه لنا برضو لو انت اتكلمت بشكل تكنيكال ما هو اللي عباره عن ال داب داتابيز زائد كيربروس زائد دي ان اس، ده اللي هنعمله على ويندوز كمان شويه. الخطوه اللي بعد عملنا الانستوليشن عملنا سيت اب للسيرفر دون، خلاص، سيت اب للدومين بتاع السيرفر ده، هنعمل برضو نفس الخطوه دي على الاكتيف دايركتوري. يبقى نفس اللي عملناه على الاي دي ام ده هنعمله على مايكروسوفت اكتيف دايركتوري بالظبط. الخطوه الوحيده الزياده بالنسبه لنا النهارده ان احنا هنستبلش التراست ريليشن شيب بين التو دومينز بس، خلاص. فده ده اللي احنا المفروض نعمله النهارده يعني. طيب كلام جميل. انا عندي مكنه ويندوز موجوده هنا اهي، المكنه دي كل اللي عليها عباره عن نيو انستول، مفيش عليه اي حاجه حرفيا، ده ويندوز سيرفر 2016، اتمنى ان هي تكون شغاله. الحمد لله شغاله هي، ما فيش فيها اي مشاكل. تعالى كده نخليه يجيب الابديتس بتاعتها لحد ما ربنا يكرمنا كده وتخلص. ماشي، يبقى دي كده اول حاجه هنعملها على ما المعلم بتاع الابديتس ده يخلص كده. تعالى نبدا. نعدل الاي بي ادرس سيتنج بتاعتنا، طبعا مش عايز اقول لك حجم المعاناة اللي انا بعانيها دلوقتي مع الماوس لان الايجنت تولز مش انستولد لسه، فيعني الجرافيكس درايفر يعني حالته ما يعلم بيها الا ربنا، الماوس ماشي بسرعة نملتين في الثانية. طيب خلينا نشوف كده. مش ممكن، هل في طريقة ان احنا نأتاتش بيها؟ باشمهندس من الريد هات فيرتشواليزيشن لازم تعمل اتاش للسي دي تبع اللي هيكون فيه الاوفر انجن. ده اكيد. يعني المفروض التول سيت اب المفروض ان هي اتاتش ده هي.
هي مش هاي الاسم. صح ولا انا غلطان؟ ايه هي يا عم؟ صح، الريف تولز. هي تمام. في الثانية اسمها فيرت اي او. تمام. هي الريف تولز و4.3. انا معرفش الفيرشواليزيشن ده الرزق كام، بس اعتقد ده ليتست، ممكن يكون فيه 4.4 او حاجه، معرفش. لا هي دي، هي التول سيت اب دي. هي اصلا السبب ان ما مش بتظهر. ما علينا، خلينا احنا كده عشان ما نقعدش نضيع وقت كده. نعمل احنا ايه؟ نكمل نسيت اب الاي بي بس ادرس بتاعنا، مهندس، لان هو الشغل على هيك ويندوز اصلا ليميتد حيستنى جدا. تعمل ريستارت نعم، عشان تخليها تظهر مباشرة. شوف في جنب كريات سناب شوت 3 نقاط، هاي اعمل منها التاش سي دي. جنب كرييت سناب شوت قصدك كده يعني؟ في ال... ايوه ايوه بالضبط. شانج يا سيدي. المفروض اصلا كان اتغير من اللي احنا عملناه يعني، ده ملوش علاقة يعني. خلينا نعمل لها ريفرش الاول، ان هي ساعات بتبقى ايه حالتها تعبانة. طبعا الخازوق ده بيحصل مع ويندوز، ربنا يعني يديها الصحة وتظهر بدل المعاناة اللي احنا فيها. ظهرت اهي. خلينا نعمل لها سيت اب كده بشكل سريع. طبعا التول دي بالظبط، لو انت شغال في ام وير هي عامله زي في ام وير تولز بالظبط. لو عندك اي خلفيه عن في ام وير تولز، هي عباره بتنستول بس الدرايفرز اللي انت محتاجها عشان ترن الماشين دي، او الفيرشواليز درايفر بمعنى ادق، عشان ترن الماشين دي من غير ما يكون في لاجنج موجود بالشكل ده. اللاجنج ده طبعا هيحصل مع النتورك انترفيس وكمان بعض الديسك مودلز اللي موجوده. ايه تاني؟ والنتورك انترفيسز، الديسك مودلز، والجرافيك درايفرز تحديدا. طبعا في بعض الدرايفرز المستخبيه زي الميموري بالونينج وشويه حاجات كده، بس طبعا ده مش المجال اللي نتكلم عليها النهارده. ماشي، تعال نسيب ده كده ونرجع احنا للنتورك كونفيجريشن. انت حتى لو لاحظت اللي كتب قدامك انستولينج نتورك درايفر. ماشي، تعال كده نشوف الاي بي اصلا اللي موجود على المكنه دي كام. عشرة، 44، 129، 180. طيب ممتاز. عشرة، 44، 129، 108. وده النتورك ماسك بتاعي، وده على ما أعتقد كان 10، 44، 131، 254.
وبما ان الماشين دي هيكون عليها اكتف دايركتوري فالمفروض كمان هيكون عليها بيلت ان دي ان اس سيرفر موجود، صح؟ مع الدي ان اس سيرفر دون المفروض هو نفسه يريزولف من لوكال هوست، فانا هسيت الدي ان اس بتاعي 127.0.0.1 معناها بقول له ريزولف من نفسك يعني بكل بساطه. تعالى هنا كده هنعمل كلوز الحاج ده. شكرا يا سيدي، خلصنا دي. هو طلب طبعا يعمل ريستارت فانا هنفض له مؤقتا بس كده ثواني. ماشي. تعال نتورك ده اقفلها. لسه عندي مانج هنا. كانت ممكن او ممكن من لوكال سيرفر هنا. تعالى كده يلا وحش ده هنا الكمبيوتر نيم اهو، ممكن اضغط عليه كده واعدله. تعال نغير الهوست نيم بتاعي، اعمل له رينيم كده او سميه لي سميه لي ADSRV او Active Directory او ايا كان الاسم بتاعك يعني بغض النظر يعني اي اسم يعجبك. طبعا مش هتحط له اي دومين لان لسه هنعمل ستاب للدومين كمان شويه. خلصنا كده شكرا. خلاص شكرا كده عملنا كلوز. هعمل له ريستارت ليتر. ممكن اجي على الحاج ده بقى واقول له خلاص كمل السيت اب بتاعك، وممكن اعمل ريستارت دلوقتي. طبعا الماشين دي زي ما قلت لك ماشين مفيش عليها اي حاجه حرفيا، لسه معمول لها انستول وفاضيه. طيب ايه تاني؟ ماشي كده ممكن نعمل ريستارت براحتنا المره دي. كده غيرنا الهوست نيم، غيرنا الاي بي ادرس او ثبتنا الاي بي ادرس، عملنا انستول للكلاينت او للجست تولز. اعتقد ان كده خلاص كفايه. طبعا فرقع في وشنا وقال لك ويندوز ابديتس. ماشي مش مشكله. طيب عمل حاجه كده كده ربنا يديله الصحه ويخلص. تعالى كده نروح للمكن اللينكس بتاعنا نشوف احنا كان ورانا ايه عايزين نعمله تاني. تعالى كده 10.44 كان كام؟ 129.132، 129 132 والمكنة التانية 133. وتعالى كده نشوف الايه حالة ال IDM على كل سيرفر من السيرفرين دول كده. ممكن أقول له كده IBA control status، حالة ال IBA سيرفر عندك إيه يا عم؟ خليه كده يروح يتشيك على السيرفس اللي موجودة عندك كلها ويقول لك إيه، يريبورت يقول لك إيه حالتهم عاملة إيه. هنا بقول لك الدايركتوري سيرفيس راننج والكيربرس 5KDC موجود والكي ادمن موجود شغال والدي ان اس والاتش تي بي والايبا والبي كي اي والوان تايم باسورد والدي ان اس كي سينك دي والايبا الكوماند سكسسفول ومفيش اي مشاكل فيه. لو طلع لك اي سيرفيس من السيرفيس دي داون، لا ممكن انت ممكن ساعتها تعمل حاجه زي كده ايبا كنترول ريستارت مثلا. التول دي هتحاول تريستارت السيرفيس بحيث ان هي تشتغل معاك. خلاص فده ممكن يبقى حل مؤقت بالنسبه لك لو اي سيرفيس من السيرفيس دي وقع عندك. ايبا كنترول ستاتس
ماشي يبقى كده الايبا سيرفر شغال على السيرفر ده وشغال على السيرفر ده، ودي حاجه كويسه، دي فيري جود ساين بالنسبه لنا يعني. طيب على الحاج ده ربنا يكرمه كده دلوقتي. خلينا كده اجيب القلم واروح كده للنوتس عندي، او اروح حتى الوورد كده ايا كان مش فارقه. وتعالى هنا يا سيدي، ممكن اجي هنا احنا كان اتفقنا ان انا هيكون عندي الاكتيف دايركتوري ده المين دومين اللي موجود عندي صح، ده الدومين وكنا هنسميه مصطفى دوت كوم. وعندي هنا الاكتيف دايركتوري سيرفر اسمه اي دي اس ار في اي دي سيرف، فالمفروض هيكون الفولي كواليفايد دومين نيم بتاعه اسمه اي دي سيرف دوت مصطفى دوت كوم. خلاص ده كده كان الدومين بتاع ويندوز، قلنا هناخد منه سب دومين. السب دومين ده بتاع مين؟ ده بتاع لينوكس او بتاع الاي دي ام، وكان عندي اي دي ام 01 وعندي اي دي ام 02 صح؟ وكان عندي الدومين ده اسمه بالكامل كان اسمه لينوكس دوت مصطفى دوت كوم. خلاص كده. طيب دلوقتي وكنا متفقين كمان قبل ما نعدي بقى نفوت الحته دي ان الماشينز او الكلاينتس اللي موجودين عندي، خلاص الكلاينت لو هو نوعه لينوكس هيروح ياخد الايدنتيتي انفورميشن بتاعته من الاي دي ام، ولو الكلاينت ده ويندوز هيروح ياخد المعلومه بتاعته منين؟ من الاكتيف دايركتوري، سواء كان الاوثنتيكيشن او البوليسي او ايا كان. طيب اتفقنا بقى ان اليوزرز نفسهم هيكونوا موجودين فين؟ مع المستخدمين نفسهم المعلومات بتاعتهم هتكون موجوده جوه الاكتيف دايركتوري دي، وقلنا هنستابلش تراست ريليشن شيب ما بين الاكتيف دايركتوري وما بين الاي دي ام سيرفرز، وقلنا ان التراست ريليشن شيب دي هتكون وان واي تراست دايما بالشكل ده. فاكرين الحته دي؟ وقلنا ليه وان واي تراست؟ لان اليوزرز كلهم موجودين في الاكتيف دايركتوري، انا مش عايز يكون عندي تو سورسز اوف ايدنتيتي انفورميشن، انا عايز يكون عندي سورس واحد بس صح؟ فالطبيعي يكون عندك المعلومات المستخدمين كلها موجوده في مكان واحد من الاثنين، يا اما هنا يا اما هنا، لكن مش في الاثنين. يعني ممكن تعمل في الاثنين ممكن، بس طبعا ايه الهبل ده، مفيش حد عاقل هيعمل حاجه زي كده يعني. خصوصا لو عندك سكيورتي تيم محترم واوديتنج تيم والناس دول حاطين لك شروط ان الايدنتيتي بتاع اليوزرز كلها تتم في مكان محدد مكان واحد، مش كل شويه تحط لي اليوزرز شويه هنا وشويه هنا وعمال تلعبك في الدنيا يعني. طيب ممتاز، يبقى دي كانت الخطوه بتاعتنا. طب دلوقتي عشان استابليش تراست ريليشن شيب، عشان استابليش تراست ريليشن شيب كده انا عندي المكن او المكنه بتاع الاكتيف دايركتوري دي، المكنه ده اهي اللي كده اختار لون تاني كده، المكنه دي لازم تكون تقدر ان هي تعمل ريزولف للدومين اللي تحت ده. خلاص فالتراست ريليشن شيب بتتم بين الكيربروس سيرفيسز، الكيربروس هو اللي هيسمح لي ان انا اعمل التراست ريليشن شيب دي. طب ما دلوقتي في مصيبه موجوده عندي، ايه المصيبه اللي موجوده؟ ان الكيربروس ده ما بيفهمش اي حاجه الا بالنيمز، الكيربروس ده ما فيش عنده حاجه اسمها اي بي تقريبا تقريبا كده، الكيربروس كل حاجه عنده نيمز. طب الكيربروس اللي موجود في الدومين ده
هيقدر يشوف الكيربروس اللي موجود في الدومين التاني ازاي؟ ما الكيربروس عشان يشوف المعلومه دي والمعلومه دي، او الكيربروس اللي في الدومين ده عشان يشوف الكيربروس اللي في الدومين التاني، لازم يكون قادر ان هو يريزولف الدومين التاني كله كامل، صح؟ فاكر لما كنت بقول لك ان انا عندي في دي ان اس ديسكفري؟ تعال ارجع مره تانيه كده. تعالى هنا كده يا سيدي، عندي الايبا سيرفر، لا نتورك سيرفيس، عندي الدي ان اس والدي ان اس زونز. فاكر الزون اللي احنا عملناها دي اللي اسمها لينكس مصطفى دوت كوم؟ بص انت لو خدت بالك من حاجه صغيره جدا، شايف كده في 88 وفي 4 6 4 وفي 3 8 9، ايه ده؟ ايه يا عم انت ده؟ ايه الارقام دي؟ والله العظيم ده رقم البورت اللي السيرفيس شغاله عليه. وبص نوع كده، نوع الريكورد تايب نوعه ايه؟ نوع الريكورد تايب اس ار في، ده سيرفيس ريكورد. معنى كده انه بيقول لك انا عندي سيرفيس، شايف الريكورد ده؟ تعال ناخد الريكورد ده كاكزامبل. الريكورد ده لو حبيت ترجمه كده بلغه احنا نفهمها، بيتحاول الدي ان اس يقول لك انا عندي سيرفيس في الدومين بتاعتي، السيرفيس ده اسمها كيربروس، والكيربروس سيرفيس دي شغاله على يو دي بي بروتوكول، خلاص؟ والسيرفيس دي البورت بتاعها 88 اهو بكل بساطه، والسيرفيس دي موجوده على الماشين اللي اسمها اي دي ام 01 دوت لينكس مصطفى دوت كوم. ها ده كل اللي في الموضوع. معنى كده ان الدي ان اس عندي جزء ضروري جدا في الايه، في عمليه الانتجريشن ديت. مفيش دي ان اس مفيش انتجريشن، ولازم كل دومين يقدر يريزولف الدومين التاني، لان التراست ريليشن شيب بتتم بين الكيربروس سيرفيسز، والكيربروس مش بيفهم الا نيمز، ما بيقدرش يفهم اي بيز. فطالما هو بيفهم نيمز فلازم يكون قادر ان هو يعمل ديسكفري للسيرفيسز بالنيم بتاعها، وعشان يقدر يديسكفر بالنيم بتاعها لازم يكون عارف هي موجوده على اي ماشين وبتشتغل على بورت كام، صح؟ والبورت ده هل هو تي سي بي ولا يو دي بي؟ وصلت؟ فهمت ليه الدي ان اس بالنسبه لك كنت بقول لك هو كريتيكال كومبوننت؟ ها وضحت؟ يعني بالعربي كده الكيربروس اللي هنا ده لازم يكون قادر ان هو يلوكيت الكيربروس اللي موجود في دومين تاني خالص، والكيربروس اللي هنا ده لازم يكون قادر ان هو يعمل لوكيت للكيربروس اللي موجود في الدومين التاني ده. طيب احل المشكله دي ازاي؟ والله الموضوع بسيط جدا، ابسط مما تتخيل. بص خلينا احذف كل الشخبطه اللي انا شخبطتها دي بقى كده. نظف الدنيا دي. بص كده بكل بساطه عشان اعمل الموضوع ده، عشان احل المشكله دي، يا موضوع بسيط قوي. قال لي بس اعمل conditional forwarding من الدومين ده، هتقول له لو عايز تروح للدومين اللي اسمه لينكس دوت مصطفى دوت كوم روح للدي ان اس سيرفر اللي موجود هنا، او الدي ان اس سيرفر اللي موجود هنا. يبقى على الاكتف دايركتوري هتعمل conditional forwarding للدومين كله بالكامل، هتقول له اي حد في الدومين ده عايز تروح له روح اسال الدي ان اس سيرفر اللي هنا والدي ان اس سيرفر اللي هنا. طب ما دول اصلا عارفين معلوماتهم بالكامل، يبقى كده المشكله نص المشكله اتحلت. النص التاني بتاع حل المشكله هروح رايح للاي دي ام، او هروح للدي ان اس سيرفيس اللي شغاله هنا والدي ان اس سيرفيس اللي شغاله هنا، اقول لهم لو عايزين تروحوا لمصطفى دوت كوم روحوا اسالوا الاكتف دايركتوري سيرفر اللي موجود هنا. بس كده. ها وضحت الحتة دي ولا حد عنده مشاكل لسه؟ ها حد عنده مشكلة في الحتة دي حتى الآن؟
مفيش مشاكل ولا الناس اصلا نايمة؟ هل جيت يا باشمهندس كل دي ان اس في كل واحد من السيستمز الموجوده هنا يعد لوكال دي ان اس بالظبط. لحد هل جيت احنا ما اشتغلنا شغل سنتراليز ما يعني في ما الدي ان عملتش اس. اي حاجه اكسترنال حتى الان، انا كل اللي عملته لحد دلوقتي تمام عباره عن لوكال دي ان اس بس. تمام تمام، علشان كده قلت لك في الاول، انا عن نفسي انا على المستوى التكنيكال انا بفضل ان كل دومين يكون مسؤول عن الحاجه بتاعته، واقعد اعمل كونديشنال فورواردنج وريح راسك. ده احسن طريقه بالنسبه لي. يعني انا تقريبا جربت كل الطرق الممكنه في الدنيا، ما سبتش طريقه ما عملتهاش تقريبا، كل حاجه عملتها في الحاجات دي وزهقت فيها. اسهل طريقه واكتر طريقه ريلايبل سواء كان تيستينج او برودكشن، وتحديدا برودكشن كمان، كانت ان انت تحط الكل، سيب كل سيرفيس تبقى مسؤوله عن نفسها. بكلمك على الايدنتيتي مانجمنت او الاكتيف دايركتوري. خلي الاكتيف دايركتوري يكون عندها لوكال دي ان اس، وخلي الايدنتيتي مانجمنت عندها لوكال دي ان اس، وروح من الدي ان اس الرئيسي بتاعك روح اعمل كونديشنال فورواردنج للاثنين. ولو انت عايز الاكتيف دايركتوري يريزولف اللينكس، روح على الاكتيف دايركتوري اعمل كونديشنال فورواردنج للدي ان اس بتاع اللينكس. والعكس صحيح، عايز اللينكس او الايدنتيتي مانجمنت الايبا سيرفر يعرف عن الويندوز دومين، خلي الايبا سيرفر يروح يسال الدي ان اس بتاع الاكتيف دايركتوري. كده حليت المشكلة والموضوع انتهى. خلاص؟ يعني حتعمل هالجيت دي ان اس تاني تخلي منه يصير الاكسترا بعد ما اخلص بقى الكونديشنال وعايز اخلي فيه اي كود. نوع من اليوزرز موجودين عندي، هروح اعمل دي ان اس بقى، ده انا هسميه جنرال بيربوس دي ان اس. خلاص؟ انا عايزك بس تكون فاهم حاجة كويسة جدا في الحتة دي. تمام. لو رجعت للدوكيومنتيشن بتاع ريد هات او للدوكيومنتيشن بتاع مايكروسوفت، الاكتف دايركتوري، الاكتف دايركتوري دي ان اس والاي دي ام دي ان اس الاثنين هم مش ديزايند ان هم يكونوا جنرال بيربوس دي ان اس. خليك فاكر النقطه دي، هم مش اوبتمايزد اصلا لكده، هم موجودين عشان هدف واحد، ان هو يخلي الريكوردز بتاعت السيرفيسز موجوده بس، لا اكتر ولا اقل. تمام كده؟ فلو هم اصلا مش اوبتمايزد ان هو ياخد اللود بتاع تمام مئات او الاف من اليوزرز، طب وانت تعمل لهم لود ليه اصلا؟ ليه؟ هم اصلا عليهم سيرفيسز كفايه جدا ان هي توقع جمل، فانت ليه اصلا تعمل لهم لود بسيرفيس ملهاش لازمه زي الدي ان اس مثلا؟ سيب الدي ان اس اللي عليهم يريزولف الايه؟ ها؟ الانترست بتاعتهم هم بس، مش اي حاجه تانيه. يعني انا ليه هخلي الكلاينت يروح يسال الاكتف دايركتوري دي ان اس على عنوان جوجل؟ هو مال الاكتف دايركتوري بجوجل، ولا واحد طالب انترنت لينك ولا بتاع، ولا يوتيوب ولا بتاع، ليه اصلا يرزول في حاجه زي كده؟ ونفس الوضع بالنسبه للاي دي ام بالمناسبه، يعني الوضع ما اختلفش بالنسبه للاي دي ام. طب ايش رايك لو بدينا بالدي ان اس قبل ما نبدا بالتراست بين الاكتيف دايركتوري والايبا؟ ما هو انت عشان تعمل تراست لازم تكون الحاجه موجوده، صح؟ هتراست ازاي وهي اصلا مش موجوده؟ تمام، انا هي قصدي يعني احنا حاليا هنبدا يعني بالدي انا ان كنت اس، عامل اكسترنال دي ان اس هنعمل صح؟ سيرفر دي ان اس. ما الاكسترنال دي ان اس هرجع هي اعمل منه قصدي فورورد على الاكزيستنج دومينز اللي موجوده عندي، بس لو الاكزيستنج دومينز اصلا مش موجوده هعمل كونديشنال فورواردنج على ايه؟ فالمفروض اعمل اكزيستنج دومينز، بعد كده اعمل الدي ان اس، وبعد كده اعمل كونديشنال فورواردنج بينهم. تمام وصلت؟ تمام طب باشمهندس، باشمهندس طب هل جيت الكلاينتس انا راح يكون عندي اللوكال دي ان اس هذا، هل راح يكون برايفت دي ان اس ولا يعني الخطوة الثالثة بتاعتنا بقى عشان تكون فاهم الموضوع ايه اللي هيحصل. انت لحد دلوقتي اللي انا عملته ده، الجزء ده كده والجزء ده كده، فاهمه؟ ها؟ اللي انا هعمله النهاردة فاهم لحد الحتة دي؟ صحيح؟ حلو، الحمد لله. يبقى تعالى كده احذف بقى كل الكلام ده. ايه بقى اللي المفروض الشكل النهائي بقى؟ الشكل النهائي هيكون كالتالي، عندي اتنين دي ان اس سيرفرز، دول جنرال بيربوس دي ان اس، كل الكلاينتس اللي عندي هيكونوا واصلين عليهم. خلاص كده؟ والجنرال بيربوس دي ان اس ده هيكون فيه كونديشنال فوروردنج لمين؟ للمين دومين بتاعي.
لو عايز مصطفى دوت كوم روح للاكتف دايركتوري دي ان اس او للاكتف دايركتوري، وهيكون عندي كونديشنال فوروردنج تاني. لو عايز لينوكس دوت مصطفى دوت كوم روح لمين يا عم؟ روح للاي دي ام، وهيكون في بقى الجنرال فوروردنج او الفورواردرز العاديين. روح هنا للبابليك دي ان اس سيرفيس زي جوجل مثلا. هنا عندك مثلا زي اوبن دي ان اس وزي جوجل وهكذا. وصلت كده؟ يبقى الراجل الكلاينت ده عايز يروح للانترنت هيجي للدي ان اس سيرفرز اللي موجودين عندك دول. انا عايز اروح انترنت، هيروح الراجل ده بعته الاتجاه ده. طب انا عايز اريزولف الدومين المره دي بتاع ويندوز، المكنه دي ويندوز وعايزه تروح للدومين بتاع ويندوز، هيروح رايح سال الدي ان اس ده، هيروح الدي ان اس بعته فين؟ هنا. طب الكلاينت الثاني ده لينوكس كلاينت وعايز اوثنتيكيت من الاي دي ام، هيقول له طب حاضر، هيسال الدي ان اس ده، الدي ان اس ده يروح رايح لمين؟ للينوكس ساله. وصلت؟ ها وضحت الرؤية ولا تمام ايه؟ تمام، هيك وضحت الصورة كاملة يا هندسة. اه هيك الصورة السيناريو كامل واضح هذا. صح؟ ما انا لازم امشي واحدة واحدة عشان ما ادوكوش في النص. لا تمام يا هندسة. ما ينفعش اخبطك في وشك كده من الأول عشان ما تصدمش. ها وضحت الفكرة كده؟ تمام 100%. قلت هتبدأ يعني نعمل اتنين دي ان اف اس اللي هم هيكونوا الجنرال. مش النهاردة، أنا النهاردة مركز. أنا كده خلي بالك، انا لحد دلوقتي عملت الجزء ده كله كامل صح؟ دلوقتي حالا هعمل الجزء التاني ده كله كامل، وبعد ما اعمل الاثنين هاستابليش التراست ريليشن شيب بين الاثنين. خلاص كده؟ المره اللي جايه بقى ان شاء الله لو خلصنا الجزء ده النهارده هبدا اشتغل على مين؟ على الاثنين دول. ها وضحت؟ 100%. طيب كلام جميل. دي ان اس هتشتغل بايند؟ بايند عادي، اه ما فيش اي مشكله، هو بايند ما مش هنختلف في اي حاجه. تمام، عشان بس نجهز معك قبل ما المحاضره. طيب نرجع بقى لايه؟ لموضوعنا هنا. الصفحه بتاعت ويندوز كانت هنا، اه هنا اهي. ها الحمد لله كده الاكتيف دايركتوري ظريف، ايه بالنسبه لنا يعتبر شبه خلص. كل اللي باقي ان انا سيت اب الاكتيف دايركتوري ونبدا نجرب كده. يلا عم سير، المفروض السيرفر مانجر يفتح في وشي. اه هو بيفتح اهو. تعالى عندي هنا كده، ممكن اقول له كده مانج. Add rules and features. تعالى نضيف، هضيف رول بيست فيتشر. اسم المكنة عندي ADSRV او AD server، هو AD server بتاعنا، وده الاي بي ادرس اللي اداناه لنا صح كده حتى الان. نيكست، كل اللي هديه لها هنا الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز اهي. بيقول لك عشان انستول الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيس دي فانا عندي شويه ديبندنسز ثانيه عايز اعمل لها انستول. بيقول لك دول كمان هنعملهم انستول،
هقول له ماشي يا سيدي، ادي الفيتشرز دي ما عنديش مشكلة. خلصنا كده تقريبا، شبه خلصنا. تعال نعمل الحاج ده كده نيكست. المفروض هانستول مع الكلام ده كمان ايه، المفروض الدي ان اس سيرفر صح؟ هو فين فين؟ اعتقد لسه لا، اعمل بريفيوس كده في الخطوة السابقة فين. يعني. هنا هون، هنا هون، معلش العتب على النظر. بس اد فيتشرز هون، نيكست. خلصنا كده، كده هعمل انستول، كده هينستول الباكجز بس، باكج مش هعمل كونفيجر لاي حاجه، زي الاي بي ام سيرفر بالظبط. فاكرين لما كنا بنستول الباكجز؟ انستول الباكج ما هو اللي عباره عن انستول الباينرز بس، لكن انت مش معنى كده انت عملت اي حاجه لسه، فده انستول للباكجز فقط. بعد ما انستول الباكجز المفروض نشتغل على الجزء الخاص بمين؟ بالكونفيجريشن بقى، ان هو انسطب الدومين سيرفيس فيه. طيب عمل حاجة ده كده يخلص وربنا يكرمه. انا ممكن ارجع كده الاي دي ام سيرفرز قبل ما انسى، ممكن اقول له كده يام سيرش ايبا. تعال كده نشوف الايبا سيرفر ده. مفروض يكون عندي باكج هنا للاكتيف دايركتوري تراست. طب يام سيرش كده اي بقى اي دي. طب ايبا سيرفر، طيب مش اسم الباكج حتى مش فاكرها، فخلينا نشوف الايبا سيرفر. المفروض هي ايبا سيرفر حاجه او ايبا حاجه. موجوده اهي اهي، امسك عندك. فالمفروض هستاب الباكج دي، الباكج لما تيجي تعمل لها سيت اب كده هتنستول كده شويه حاجات حلوين معاها في السكه خلاص. والباكج دي لا تسمح لك ان انت تبدا تعمل تراست ما بين اللينكس وما بين مين، وما بين الويندوز. طيب كلام جميل. فانا ممكن اقول له كده يام داش واي انستول ايبا سيرفر تراست اي دي. انا عملت ده شوية مرتين فدي غلطة مطبعية بس هتعدي يعني، مش هتقول حاجة. طبعا المفروض نفس الخطوة اعملها على السيرفر التاني، يام داش واي انستول ايبا سيرفر ايبا سيرفر داش تراست داش اي دي.
الحمد لله. يبقى كده اول حاجه عملناها عملنا انستول الباكجز دي. الباكج دي هتسمح لي ان انا اعدل السكيما بتاعه الاي دي ام، اعدل الداتا بيز بتاعه الاي دي ام عشان اقدر ان انا اعمل تراست ريليشن شيب بينه وبين الويندوز. طيب قبل ما اعمل اي حاجه، هو كده خلص تقريبا. طيب كلام جميل كده، هو خلص اهو. ماشي كده، فانا ممكن ابدا اكونفيجر السيرفيس دي لانها بتاخد وقت، فسيبه كده ربنا يكرمه. في عندي هنا بروموت ذا سيرفر تو دومين كنترولر، كده هحول السيرفر ده لدومين كنترولر عندي اللي هو هخليه يشتغل كاكتف دايركتوري تحديدا. خلاص كده. طيب انا هعمل نيو دومين، نيو فورست تحديدا، وهسمي الفورست بتاعتي مصطفى.com. معرفش هو لسبب ما مش بيكتب. كده ويندوز ايه هيس كالعاده، فالمفروض اعمل له ريستارت. يمكن محتاج تزود له رمات يا هندسه. انا ما اعرفش والله مديله رمات كام. خلينا نشوف كده مديله رمات كام عندي هنا. مديله رامات 8 جيجا رامات. حلو يا عم، كفايه عليه، احنا نخترع يعني، ده تيست يعني مش للدرجه دي. حلوين عليه، كفايه قوي يعني، سيبه يعيط شويه. طيب كنت اعمل ايه؟ اعمل حاجه تاني، ده يعمل ريستارت. بص انا قلت لك هيستابليش تراست ريليشن شيب ما بين الويندوز دومين وما بين اللينكس دومين، صح؟ طب ما عشان اعمل تراست ريليشن شيب دي لازم الاثنين يكلموا بعض. الاثنين يكلموا بعض معناها لازم اقلوا الفاير وول، صح؟ يبقى المفروض الخطوه اللي انا اعملها دي، اول خطوه اعملها بعد عملت انستول للباكجز، اقلوا الفاير وول عشان الكوميونيكيشن. فاقول له كده فاير وول سي ام دي داش داش ات سيرفيس، هقول له كده فري ايبا تراست. خلاص، وخلي لي الكلام ده كمان بيرمننت، ونفس الخطوة اعملها الساعة السيرفر الثاني firewall cmd dash dash at service free IBA trust، وبرضو خليك الكلام ده permanent. ماشي كده. تعال نروح كده للترمينال عندنا نشوفه خلص ولا لا، او عمل ريبوت اهون. الحمد لله. مش عارف ليه هو مش راضي يكتب اي حاجه خالص، مش عارف تهبل في دماغه تقريبا.
ماشي، تعال كده نروح للسيرفر ده هنا. يلا يا وحش اهو. فورموت لدومين كنترولر. ربنا يديله الصحة. ده اسم الدومين بتاعي. طالب مني باسورد بتاع الدايركتوري سيرفيس. ريستور مود داتابيز. تعالى كده احط الباسورد في ملف تكست بدل ما انا معذب نفسي العذاب ده كله، واخدها كوبي بيست واشتغل بيها. كان اسمه نوت باد تقريبا صح؟ اه ريد هات علامة تعجب واحد. ماشي خلصنا كده، اعمل نكست. النت بايثون نيم بتاعي النت بايثون نيم بتاع الدومين ده اسمه مصطفى. ماشي مفيش مشاكل. ده مكان الداتابيز واللوج والسيس فوليوم. نيكست نيكست وايه، ونسيبه بقى كده ربنا هيديله الصحة اهو. بس ثواني بس، هنبدأ نعمل انستول بعد ما يخلص الفاليديشن بتاعه. هضغط انستول واسيبه يكمل مع نفسه. ممكن ياخد حوالي من 5 ل 10 دقايق على ما يخلص. سيبه بقى كده 10 دقايق لحد ما يخلص براحته زي ما هو عايز. طيب كلام جميل. يبقى انا كده اول حاجه عملتها عندي، ارجع تاني بقى للاي دي ام سيرفرز. اول حاجه عملتها على الاي دي ام سيرفرز كانت عملت انستول للباكجز رقم واحد. رقم اتنين عملت ايه؟ ها عملت الاو للفاير وول صح؟ طيب لسه ايه ناقصني؟ حد كده يفكر ايه اللي لسه ناقصني على الاي دي على الاي دي ام سيرفرز؟ ها مفيش اي اجابه خالص. قصدك الريدندنت اللي بين التو سيرفرز اي دي ام؟ الريدندنت اللي بين التو سيرفرز اي دي ام. لا مش فاهم يعني ايه. انا كنت عامل ريبليكيشن صح؟ احنا حاولنا نعمل ريبليكيشن وما زبط معنا صح؟
لا عملنا ريبليكيشن واشتغل، مين اللي قال ما اشتغلش؟ لا اشتغل الريبليكيشن. اشتغل ريبليكيشن صح؟ شغال يا عم، شغلك اه بتنام اشتغل تقريبا. تمام. حتى شوف الدي ان اس مبين التو هوست اصلا. ايوه اما انا عمال انبح في صوتي من الصبح واقول لكم عشان اعمل التراست ريليشن شيب دي اهي، مش عمال اقول لكم لازم اعمل دي ان اس فوروردنج؟ يا نهار ازرق، ما بين التو دومينز وعمال انبح في صوتي من لا الصبح ولا اي حد معايا خالص، تقريبا الناس كانت نايمه يعني صح. طب عشان لا اعمل دي ان تمام. اس فوروردنج اعمله ازاي؟ ها والله بسيطة، ممكن الموضوع أبسط مما تتخيل. ممكن تروح جاي كده على الأيدنتي مانجمنت وتيجي هنا كده تقول له في هتعمل الدي ان اس، فورورد دي زون. ان اس فورورد زونز، ده الكونديشنال فوروردنج زونز، وتقول له هضيف زون جديدة اد، ادي له اسم الزون والريفرس زون اي بي لو انت عايز تضيفه، الزون فورواردرز تضيفهم اللي هو الاي بي بتاع مين؟ بتاع الاكتيف دايركتوري صح؟ ممكن تقول له سكيب اوفر لاب تشيك لو الدومين بتاعك انت مش متاكد هل هو حد تاني مستخدمه ولا لا، ممكن يكون دومين لوكال والدومين لوكال ده بيقرر عند الناس كلها، ممكن يكون اصلا بابلش على الانترنت فانت عايز تسكيب ان هو يتشيك هل الدومين ده موجود قبل كده ولا لا. فده لو عايز تعملها من الجرافيكال انترفيس، تخيل بتقعد تملى كده شويه بيانات عندك، الزون نيم بتاعتك المفروض في حالتنا دي يكون اسمها مصطفى دوت كوم صح، والفوروردر بتاعك مين يا عم؟ الاي بي بتاع الويندوز صح، كان 1044 1044 129 108 صح كده، وهقول له فورورد اونلي، اي حاجه جايه لك للدومين ده اعمل لها فورورد وريح راسك بس. ده كده كل اللي كنت هعمله. ها ده المفروض اعمله. هل ممكن اعمل الكلام ده من الكوماند لاين؟ خلينا فاتحين دي زي ما هي كده عشان اوري لك ان هي نفس اللي قلت لك عليها هو نفس اللي هيتعمل بالظبط. هل ممكن اعمل الكلام ده من الكوماند لاين؟ او ممكن تعمله من الكوماند لاين كمان. خلينا بس كده نروح نشوف ويندوز خلص ولا لسه. ده بيعمل ريستارت، لا ده مع ربنا معاه بقى، ده لسه يومه طويل النهارده. طيب عايزين نعمل الكلام ده من الكوماند لاين، بسيطه جدا، ممكن اقول له كده ايبا الاول، لو انا حبيت اعدل اي حاجه في الايبا سيرفر من الكوماند لاين فالمفروض يكون معايا كيربرو ستيكت صح، كي ليست كده، ما فيش عندي اي كيربرو ستيكت، فالمفروض اقول له كده كي انت ادمن خلاص كده كي ليست كده معايا كيربرو ستيكت، معناها ممكن استخدم الكوماند لاين تولز من غير اي مشاكل خلاص كده، كاني بالظبط عملت اوثنتيكيت من الجي او اي. فاكر الجي او اي لما كنت تيجي تعمل لوجن كان بيطلب منك منك يوزر نيم وباسورد، اه برضه من الكوماند لاين زيك زي الجي او اي بالظبط، لازم توثنتيكيت الاول والا هيعرف منين انت ادمن او مش ادمن ماشي كده. طيب الخطوه اللي عملها المره دي هقول له كده ايبا دي ان اس فورورد زون، طبعا انا مش فاكر اي كوماند للايبا فانا هستخدم اوتو كومبليت فورورد زون، اعتقد كانت فورورد زون اد، اه فورورد زون اد ماشي كده، وهقول له الزون بتاعتي كان اسمها مصطفى دوت كوم، ده اسم الزون بتاعتي، وهقول له الفورواردر بتاعك داش داش فورواردر هو الاي بي بتاع الاكتيف دايركتوري اللي هو في حالتي كان خليني ارجع للمكنه اللي عذبتني معاها ديا، 10 44 129 108 10 44 129 108 ماشي كده، واقول له كده الفورورد بوليسي، هقول له الفورورد بوليسي بتاعتي اقول له اعمل فورورد اونلي، اي حاجه جايه للدومين ده ابعتها للدي ان اس بتاعه ما تقعدش توجع راسك بكل بساطه ماشي كده، وهقول لك ممكن اقول له كده سكيب في شوتو كومبليت ليها كانت من الكوماند من الجي او اي كانت ايه يا سيدي مش فاكر حتى والله اسمها كان ايه، سكيب اوفر لاب تشيك، فهي غالبا هتلاقيها كده سكيب اوفر لاب تشيك خلاص، وقلت لك سكيب اوفر لاب تشيك ده عشان يسمح لك افرض انت حبيت تعمل دومين لوكال اسمه جوجل دوت كوم، بس جوجل دوت كوم ده اصلا ديفايند موجود بره على الانترنت، فبدل ما يروح يعمل تشيك
ودي الناس كويريز عشان يتاكد هل هو موجود ولا لا قبل كده، كنت اقول له سكيب الخطوه دي اصلا مش مشكله، انا بعمل دومين والدومين ده ممكن يكون موجود قبل كده. ماشي كده؟ فدي الخطوه اللي هعملها على الايبا سيرفر. خلاص بيقول لي انا عملت للزون اللي اسمها مصطفى دوت كوم. بص كده لو عملت ريفرش انا ايه اللي هيحصل؟ المفروض تظهر تخبط في وشي دلوقتي حالا. اهو والله العظيم، مش ده اللي انا عملته؟ ها؟ مش ده اللي كنت بقول لك هتعمله من شويه؟ الزون اللي اسمها مصطفى دوت كوم. طبعا لو بتعملها من الجي او اي ما تنساش تحط مين؟ الدوت. ما تنساش تحط الدوت اللي في الاخر دي. وده الاي بي ادرس بتاع السيرفر اللي عليه الدومين دون، او اللي عليه الدي ان اس سيرفر بتاع الدومين ده، والفورورد بوليسي فورورد اونلي. بس كده شكرا. ادي كل الحكايه. عايز تعملها من الجي او اي اعملها، عايز تعملها من الكوماند لاين اعملها براحتك. ماشي؟ طيب في خطوه بس لازم اقول لك عليها صغيره جدا. في خطوه لازم اقول لك صغيره عليها، لازم اقول لك عليها انها صغيره جدا. ايه الخطوه دي؟ الخطوه دي مش مشكله في الاي دي ام قد هي مشكله في الاكتيف دايركتوري. بص كده، انا دلوقتي الاكتيف دايركتوري عنده دي ان اس صح، وفي نفس الوقت الاي دي ام عنده دي ان اس صح ولا غلط؟ اللي كل واحد عنده دي ان اس بتاعه، وكل واحد عنده الزون بتاعته. طيب دلوقتي انا عندي مشكله على الاكتيف دايركتوري هنا. مايكروسوفت اكتيف دايركتوري لما بتعمل سيت اب للدي ان اس بتاعها، الدي ان اس بتاع الاكتيف دايركتوري باي ديفولت ما فيش فيه اي دي ان اس سيك، ما فيش فيه دي ان اس سكيورتي فيريفيكيشن. خلاص الاي دي ام باي ديفولت عامل انيبل للدي ان اس سيك. فانت عندك حل من اثنين، يا اما تروح تعمل انيبل للدي ان اس سيك على مايكروسوفت اكتيف دايركتوري على الدي ان اس بتاعها، يا اما تقول الاي دي ام وقف الدي ان اس سيك فيريفيكيشن ده مؤقتا دلوقتي. خلاص فعشان انجز نفسي ممكن اروح كده للدي ان اس بتاع الاي دي ام هنا، ذم اي تي سي كان اسمه نيم دي دوت كونف، وعندي هنا الدي ان اس سيك فاليديشن اهون، بدل ما هي بيس اخليها بنو، واقول له كده سيستم كنترول ريستارت نيم دي داش بي كي بي كي سي اس 11. شايف هو اصلا اسمها بي كي سي اس 11 لانها عامله انيبل دي ان اس سيك مباشره. فتخيل انت الكوميديا. طبعا الخطوه دي عملتها هنا، المفروض الخطوه دي المفروض اعملها فين؟ على السيرفر الثاني برضه. حرام يعني لو في اي اي بي ادرس كونفليكت المره اللي فاتت انا ممكن ابقى اشد في شعري. حرام عليكم. نفس مشكله المره اللي فاتت، في ماشين موجوده على الداتا سنتر دون عامله اي بي ادرس كونفليكت. ماشي، على ما دي تخلص كده يبقى كانت الخطوه اللي انا عملتها هنا ان انا بس عملت ايه؟ وقفت الدي ان اس سيك فاليديشن مؤقتا، مؤقتا لا اكتر ولا اقل. خلاص كده؟ طيب تعال نرجع كده لويندوز لحد ما المعلم التاني ده يخلص. من الواضح ان الدومين عندي اهون اشتغل، الدومين بتاعي اسمه مصطفى واليوزر نيم اللي بخش بيه ادمنستريتور. طيب كلام جميل.
طالع عندي هنا كده يا سيدي. هو اصلا هيطلع لي في السيرفر مانجر عندي اهو. عمل حاجة ده كده يقوم، خلينا نشوف السيرفر التاني ده. يلا يا وحش، ما ينفعش كده يعني. ايه بقى الماشين اللي عاملة كده عندي؟ عشرة، 44، 129، 133. طبعا في كمية ماشينز هنا غير طبيعية. امسك، هو اللي انا شايفه ده بجد ولا انا بتهيألي؟ يلا عم بقى حرام عليك، حرام عليك. عشرة، 44، 129. شفت انا مسكت المشكلة فين؟ حد واخد باله من حاجة؟ ها، حد لاحظ ان ال IP version 6 address هو الفيرجن 6. هو صحيح. يا خرابي، وبشد في شعري بقالي كام يوم بسببه. طيب بس مش الاف اي 80، هذا هو اللوك باك، هذا اللوكال، هو اللينك لوكال. هيتسبب برضه في كونفليكت في الاخر.
بس ثانية واحدة، أنا المفروض أصلا بيتعمل له أوتو جنريت من الماك أدرس بتاع الماشين. خليني كده أتأكد منها، شاك فيها تبقى تطلع مصيبة لو كانت ما هي موجودة. واقف كونفج كده، ثلاثة تسعة ستة خمسة، 3 9 8 8. طيب ايه مشكلتك انت؟ طيب تعالى كده ان ام تي يو اي عندي، تعالى edit connection وهقول له edit. خليه لي هنا manual. طبعا المفروض واحنا كنا شغالين ما جينا نشتغل كنا المفروض خدنا بالنا ان في اي بي ادرس كونفليكت موجود هنا. طبعا المفروض الحاجات المفروض تعمل لها تشيك وانت شغال. ان ام سي لاي كونكشن داون، هي غالبا عشان عملت كوبي للمشين اول ما اه عملناها. بالظبط. انا كنا بنعمل قبل التمبلت وخلاص مباشره من غير ما نعمل تشيكس. طبعا المفروض ده عذاب يعني. طبعا كل الخوازيق اللي احنا لبسنا فيها دي واحنا شغالين كنا المفروض ممكن نتلافاها لو احنا عاملين اوتوميشن لكل الكلام ده، بس مش مشكلة. طيب كلام جميل. اف كونفج عندي كده اي 6 اي 4. هل الاي بي ده لسه متاخد؟ برضو متاخد. طيب تعالى هنا كده بقى بدل العذاب ده، هات لي ده كده وان ام تي يو اي بدل العك ده كله، بدل ما انا قاعد معذب نفسي. ليه بعذب نفسي العذاب ده كله؟ لينك لوكال واقول له شو كده، وده الادرس بتاعك. تسعة سي بي ناين، تسعة سي بي ناين، اف اي 80، 8 اي اي 5، ماشي، 4 6 بي اف. لينك لوكال اي بي في 6 ادرس. تعالى كده نشوف اي valid اي بي ونرزعه له.
ممكن اعمل حاجه برضو، بما ان الاي بي او اللينك لوكال ادرس بيت اصلا بتعمله جنريت من الماك. مفكر فكره شيوعيه جدا. خلاص مش عارف اعملها ولا لا. ممكن اعملها على فكره، مش تضرب معايا في حاجه. ممكن انا اكون باشمهندس ممكن تعمل، ممكن تطفي المكنة نفسها وتعمل ريجنريت للماك ادرس لنفس النتورك بتاعها. ده حل. انا كنت بفكر ان انا احذف الانترفيس كله واضيف انترفيس تاني من اول وجديد خالص، طالما هي كده فانا ممكن افكر فكرة الشيوعية دي فعلا. ممكن اجي على الماشين دي هو كده الماك ادرس ممكن تغيره من هنا. وهقول له باور اوف الماشين دي، شكرا يا حاجة مش عايز منك حاجة. ممكن برضو اغير الماك ادرس، بس هي هيها باشمهندس على دوس فكرة، على هي نفس المكنة. الخطوات هعملها، لان لما اغير الماك ادرس اللهم صل على النبي لازم اروح اعدل النتورك مانجر، هيعمل المشكلة. طيب خليني اعمل اديت كده. الاول الماشين دي اصلا داون ولا اب؟ ماشي داون اهي. ماشي خلينا ريموف الحجز عبولة ده. اضيف له انترفيس جديد. تعال ران الماشين دي كده بس. خلاص ليه العذاب ده؟ انا مش عارف بعذب نفسي ليه. افتح الكونسول بتاعه كده بقى المرة دي. سميه بنفس الاسم اللي فات. عشرة، 44، 129، 133، وده كانت سلاش 22. عشرة، 44، 129، 100، لا كان 131، 131، 254. دي ان اس سيرفرز. كان نفسه 127.001، وده الدي ان اس او الاي بي في 6 بتاعه كمان لينك لوكال. خلصنا منه كده باك كده كويت. وان ام سي ال اي كونكشن داون. ان ام سي ال اي الاول كونكشن شو كده. NMCLI connection down ENS 7 and NMCLI connection up ENS 7 NMCLI connection show IF config كده. ده واخد IP address تاني خالص تمام المرة دي، IPv6 address تاني. طيب كلام جميل.
اي با كنترول ريستارت كده للسيرفس بتاعتك، وتعالى انت هنا كده من التيرمينال ده. تعالى نروح الحاج ده كده، نخرج منه. تعال نروح ل 133 المرة دي كده، المفروض هو عنده حق. ايه بقى مالك؟ عشرة، 44، 129، 132، راوت داش ان بنك كده، 10، 144، 131، 154. أمال أنت مشكلتك إيه يا حاج؟ داش اس او ارب في الاول، داش داش هيلب كده. عندي ارب يا سيدي، داش ايه، تلاتة تسعة تسعة تمانية، 3998، صح؟ مفيش مشكلة معاه. 001A 4A، 001A 4A 22 3998 كده، صح؟ هو كده شغال مظبوط. طيب بالنسبة للسيرفر التاني ده، ARP داش A، ARP داش A ده شايف هو مش شايف الجيت واي اصلا، فدي مصيبة تانية موجودة. اها، هو اصلا مش شايف الارب ادرس بتاع الجيت واي، فاكيد مش هيقدر يبعت لها راوت، فالليير 2 كوميونيكيشن فيها مشكلة. عشرة، 44، 10، 44، كام؟ 129، لأ خلينا الجيت واي بتاعتي 131، 254. ARP داش ايه
كده شايف الجيت واي اهي البينج كده على ايه دوت كوم بينج بينج اي دي ام داش 01 بينج برضو الحمد لله. تعالى كده عندنا هنا على الحجز عبولة ده ماشي، وما نشوف بقى مين بالظبط في الماشينز هيفرع في وشنا مرة تانية. طيب ارجع مرة تانية كده للحاج ويندوز اللي كان موجود عندي ده، ده انا خلاص مش محتاجه في حاجة شكرا. ويندوز عندي الدومين عندي يعتبر خلص. عندي كمان بالنسبة لويندوز زي ما عملت كونديشنال فوروردنج عند اللينكس، المفروض اجي هنا كده عند الدي ان اس بتاع ويندوز واعمل برضو كونديشنال فوروردنج. فالمفروض اجي هنا كده عند الدي ان اس بتاع ويندوز ده واروح بايدي كده اعمل كونديشنال فوروردنج، وبرضو عندك نفس الحكايه، عندك نفس الحكايه في الكونديشنال فوروردنج هنا. ممكن تيجي هنا تقول له نيو كونديشنال فوروردر وتروح تعمله بايدك تضيفه وتقول له الدي ان اس دومين بتاعي اللي كان اسمه لينكس دوت مصطفى دوت كوم، وتروح تقول له الاي بي ادرس بتاع مين بتاع المكنة لينكس بتاعتنا هنا 10.44.129.132 خلاص. طبعا هيطلع هنا الفاليديشن، هيطلع لك زي ايرور كده، طبعا هو مش ايرور ولا حاجه، هيشتغل معاك كل حاجه، بس الايرور ده لان مايكروسوفت مش قادر يريزولف الاي بي دون، مش عارف الاي بي ده. فانت المفروض الصح، الصح اللي المفروض الاول تروح تضيف ايه ريكورد وبي تي ار ريكورد لمين؟ للمكن بتاع الاي دي ام ده، وبعد كده تعمل كونديشنال فوروردنج عادي. فانت في عندك في ويندوز طريقتين، الطريقه الاولانيه يا اما تعمل الزون وخلاص كونديشنال فوروردنج وتريح راسك، يا اما تعملها صح من الاول وتضيف الريكورد زي ما انت عايز، وبعد ما تضيف الريكورد تبقى ايه؟ تبقى تعمل كونديشنال فوروردنج. طيب كلام جميل، تعالى كده ايه نعملها على الويندوز عندنا. ممكن اجي هنا كده يا سيدي اقفل لي ده كده، نقول في الكوماند لاين بتاع ويندوز. ممكن اجي كده تعالى كده نكبر الخط ده شوية، تمام كده. طيب دلوقتي المفروض ابدا قد ايه اضيف الريكوردز الخاصه بمين بالايبا على الاكتيف دايركتوري. فانا ممكن اقول له كده دي ان اس كوماند دي ان اس سي ام دي، والدي ان اس سيرفر اللوكال بتاع اللي انا هضيف عليه 127.001، بقول له كده بكل بساطه انا عايز اضيف للسيرفر اللوكال بتاعي اللي هو موجود على الاكتيف دايركتوري نفسه. خلاص العمليه اللي انا هعملها عمليه ريكورد اد، اقول له كده ريكورد اعتقد يوز اصلا مش بيفرق معاه كابيتال او سمول، الدومين بتاعي كان اسمه اكزامبل، انا كنت عامل دومين ايه مصطفى ولا اكزامبل انا حتى مش فاكر. مصطفى دوت كوم صح كده. من كتر ما بستخدم اكزامبل دون في التست انفايرمنتس
بقت هو تقريبا الحاجه الوحيده اللي انا حافظها في حياتي، يمكن احفظه اكتر من اسمي. طيب ممكن اقول له كده فورورد فوروردر، هبعته لمين؟ للحاج ده. تصدق انا نسيت الكوماند نفسه. طب تعالى كده DNS DNS CMD داش اتش. معلش اطلع لي كده الاوبشنز مرة تانية، في كمية اوبشنز طبعا غير طبيعية هنا. DNS command server name الاي بي ادرس او الهوست نيم ده لازم يتضاف، يبقى الاي بي ادرس والهوست نيم لازم يتضافوا مع الريكورد. طيب ماشي. DNS CMD مية سبعة وعشرين زيرو زيرو واحد سلاش ريكورد اد، الدومين بتاعي اللي عندي اسمه مصطفى دوت كوم. والمكنة اللي عندي كان اسمها اي دي ام 01 صح؟ دوت لينوكس دوت مصطفى دوت كوم. تمام كده، ده اسم الماشين الاولانيه بتاعتي، والاي بي ادرس بتاعها كان اللهم صل على النبي، كان اصغر دي سنه بس كده لانها اتاكلت في البتاع الشاشه. مش ممكن يعني حتى عشان اصغر الخط اعمل لي مشكله. ماشي كده قلت له عندي الاسم، لسه ناقص ان انا اديله مين؟ الاي بي بتاعي. الاي بي بتاعي كان 10 44 129 132. ايه بقى الغلطه اللي عندي هنا؟ دي ان اس كوماند 127.001 سلاش ريكورد اد اسم الدومين بتاعي، بعد كده اسم الهوست نيم، ايه الغلطة الموجودة هنا عندي؟ الاي بي ادرس حطيناه، وعندي الهوست نيم. تصدق انا عندي فيه غلطة هنا موجودة، غلطة مفروض نتدبح عليها. طيب اولا انا قلت له اسم الدومين صح، ده سب دومين من اللي موجود عندي، فانا مش مضطر ان انا اضيف له ده كده كامل. ادي كده اول غلطة موجودة عندنا. دي كده اول غلطة. الغلطة التانية اللي انا عملتها ان انا لما قلت له ده، قلت له ده الاسم، ما قلتلوش ان انا هضيف ده ايه ريكورد، فدي غلطة تانية. دي ناس كوماند بعد كده اسم الهوست، الهوست اللي هعدل عليه ريكورد اد ماشي، اسم الدومين، بعد كده اسم السب دومين باسم الهوست ونوع الريكورد والاي بي ادرس. اعتقد ان هي كده ممكن تشتغل يعني، اعتقد في اعتقادي الشخصي. الحمد لله دي كده اشتغلت، ونفس الخطوه المفروض اعملها مع السيرفر الثاني ده كده 133، بس المره دي ده هيكون اي دي ام 2 اي دي ام 2 اهو، دي كده الثانيه اللي بعدها. كمان انا كده ضفت الاي ريكورد، المفروض اضيف النيم سيرفر ريكورد لمين؟ للزون دي. خلاص كده
طيب ممكن استخدم نفس الكوماند dns command، خليك كده dns command dash help كده dash help. هل ممكن اضيف، تصدق انا ممكن اضيفه برضو، ممكن اضيفه عن طريق dns command، ممكن مش محتاج على فكرة اروح الجي او اي في حاجة، ممكن اقوله كده dns command، وهقول المرة دي ريكورد اد برضو نفس الحكاية، والريكورد ده للدومين اللي اسمه example، خلاص بقى انسى example دون مصطفى دوت كوم. السب دومين اللي هحطه عليه كان اسمه لينوكس مصطفى دوت كوم صح، فهو لينوكس معنى كده هيكمل عليه مباشرة مصطفى دوت كوم لوحده من غير ما اقرب له. والمرة دي بدل ما هو كان ايه ريكورد هخليه نيمز سيرفر ريكورد خلاص، والماشين اللي مسؤول عنه اسمها اي دي ام 01 اي دي ام 01 دوت لينوكس دوت مصطفى دوت كوم صح كده؟ اعتقد كده صح ممكن يمشي. خلينا برضو نبص عليها مرة تانية، دي ان اس كوماند ريكورد اد واسم الدومين بتاعي، وبعد كده اسم السب دومين اللي هحط منه، ونوع النيم سيرفر، نوع الريكورد نيم سيرفر، وبعد كده الاسم بتاع الهوست نيم اللي مسؤول عنه. ماشي ده كده اتضاف. نفس الحكاية المفروض اعملها لمين؟ للسيرفر التاني كده اي دي ام 2 تمام. الخطوة اللي بعدها كده ممكن اقول له dns command ممكن اقول له كده clear الكاش بتاعك. ماشي الحمد لله. برضو معلش اعذرني على ان انا مجنون في الحتة دي، بس تعالى هنا كده قبل اعمل اي حاجه يعني، تعالى كده اروح للسيرفر مانجر عندي، بالذات في ويندوز ده انا بحس ان هو بيتهبل في دماغه شويه، فانا احيانا ممكن اعمل حاجه كده اصيع من الكلام ده كله خلاص. دي ناس حتى نسيت كانت بتعمل منين. مانج تعالى كده هنا تعال نقفل ده كده ونجرب، تعال نقفل ونجرب مش هنخسر حاجة. ان اس لوك اب انا كنت عايز ريستارت السيرفيس، حتى نسيت اصلا كانت بتعملها ريستارت منين، بس مش مشكلة يعني. ممكن اقوله كده set type equal to srv، انا عايز ادور على السيرفر، على السيرفر ريكورد او السيرفيس ريكوردز خلاص، وهقول له دور لي على السيرفيس ريكورد اللي اسمها اندرسكور LDAP دوت اندرسكور تي سي بي دوت لينوكس
دوت مصطفى دوت كوم، هل الاكتيف دايركتوري بيقدر يريزولف من المكان بتاع اللينكس؟ ايوه بص كده لاحظ عندك كده الاكتيف دايركتوري بيقول لك انا قدرت اريزولف السيرفر الاس ار في ريكورد دي، خلاص ده كده ده فيري جود ساين بالنسبه لي. ماشي طيب لو على الاي دي ام وعايز افريفاي من ناحيه الاي دي ام ممكن اقول له كده ديج، واقول له ديج اس ار في ريكورد برده نفس الحكايه. وهديج مثلا خليه كده ال داب دوت تي سي بي اندرسكور ال داب دوت فينا غلطه دوت اندرسكور تي سي بي، والدومين بتاع ويندوز كان اسمه مصطفى دوت كوم. المفروض هنا صح كده مصطفى دوت كوم المفروض يقدر يعمل له ريزولف اهون. قال لك عشان اوصل للدومين ده او عشان اوصل للاس ار في ريكورد ده هروح للدومين، لقيت عملت ديسكفري لقيت ان السيرفر المسؤول عنه اسمه اي دي سيرف دوت مصطفى دوت كوم، والبتاع ده شغال على بورت 389. معنى كده ان الاثنين قادرين ان هم يعملوا ايه؟ ها كل واحد قادر يعمل ريزولف للتاني بكل بساطه. ها حد خد باله من الحته دي؟ لا لا مفيش اس اي لينكس عندنا خالص، مفيش اس اي لينكس. كل اللي عملته عملت كونديشنال فوروردنج على ويندوز، قلت له يا عم الحاج اللي اسمك ويندوز لو عايز تروح لللينكس هتروح للمكانتين دول، المكانتين دول المكنه الاولانيه الاي ريكورد بتاعها اسمه كذا، والمكنه الثانيه الاي ريكورد بتاعها اسمه كذا. ونفس الحكايه على ويندوز، قلت له برضه انا عايز اضيف نيم سيرفر ريكورد الدي ان اس سيرفرز اللي مسؤوله عن الدومين اللي اسمه لينكس مصطفى دوت كوم، هم المكانتين اللي انا لسه مديهم لك اللي هو اي دي ام 1 واي دي ام 2. بس كده كده الويندوز كل مره هيروح يحاول يسال الدومين اللي اسمه لينكس مصطفى دوت كوم هيروح يسال مين النيم سيرفرز بتوعه اللي انا لسه معرفهم عنده. ونفس الوضع بالنسبه لللينكس للاي دي ام، الاي دي ام رحت قلت له انا عايزك تعمل لي كونديشنال فورواردنج، اي حاجه اي كويري راحه للدومين اللي اسمه مصطفى دوت كوم ابعت كل الكلام ده لمين؟ ها للمكنه بتاعت مين؟ الاكتيف دايركتوري. خلص الكلام بس كده تمام كده. طيب المفروض الخطوه اللي بعدها بقى على المكنه بتاع لينكس اللي موجوده عندنا على الاي دي ام سيرفر. اولا الاي دي ام باي ديفولت مش بينتجريت مع الاكتيف دايركتوري. يعني ايه؟ يعني السكيما بتاعته مش بتسمح ان انت تنتجريت مع الاكتيف دايركتوري. قال لا طب انا عمال تقول لي من الصبح انتجريشن ومش انتجريشن، هقول لك بس ثانيه واحده بس، انا قلت لك الاي دي ام في البدايه ممكن تشغله في ستاند الون مود يعني يشتغل المكنه لينكس بس. طب لو انت عايز تخليه انتجريت مع الاكتيف دايركتوري فانت لازم ايه تعدل السكيما بحيث ان هي تسمح بالتراست ريليشن شيب دي. انا لحد دلوقتي كل شغلي كان عدي الناس. طب الكلام ده اعمله ازاي يا عم الحاج؟ والله العظيم بسيطه جدا، ممكن اقول له كده ايبا، مش انا عملت انستول للباكجز؟ فاكرين ايبا تراست اي دي؟ ايبا طب خلينا نعمل اوتو كومبليت كده، ايبا تراست اي دي او ايبا اي دي تراست؟ ايبا اي دي تراست انستول اهي، ايبا اي دي تراست انستول. بس كده ادي كل اللي عليك تعمله يا سيدي. تخيل ماشي كده. طيب كلام جميل، تعال كده نجيب الهلب بتاعها. الهلب بتاعها ممكن اقول له النت بايوس نيم، ممكن اقول له الادمن باسورد، شويه كلام كده ممكن اقوله له. طب ايه اللي انا ممكن اعمله هنا يا سيدي؟ هل ليها مان بيج كده؟ طيب دي البورتس واحنا اوريدي عملنا لها الاو،
ايه اللي ممكن اخده هنا من الهلب بتاعها؟ ممكن اعمل حاجه صايعه زي دي كده. حلوه قوي الفكره دي. ممكن اقول له نوع الانتجريشن بتاعك، هل هو ايبه مع ايبه تاني ولا ايبه مع مين بالظبط؟ في هنا التايب بتاعه اي دي. طب انا ممكن استخدمه على فكره. ممكن اقول له كده ايبه اي دي تراست انستول، ماشي كده. ممكن اقول له داش داش التايب بتاعك هو اكتف دايركتوري انتجريشن، خلاص. والدومين بتاعي اسمه مصطفى دوت كوم، تمام. ممكن اقول له كمان اطلع لي فوق هنا كده، في طريقه احط فيها اسم الادمن. ممكن اقول له هنا الادمن نيم، خلاص. او داش ايه، حتى لو سبتها اصلا المفروض يسالني اساسا. افتح المان كده معلش. بيقول لي هنا the name of the user with administrative privilege for this IBA server. ثواني بقى عليا افتكر، كانت المفروض اعدل الخطوات. افتكر كده الخطوات، عملنا الدي ان اس ماشي. طب خلينا كده نكون ايبا اي دي تراست. انا عايز اعدل السكيما. طب بص، صح كده صح، انا كانت الغلطه عندي. اولا عشان اعدل السكيما مش محتاج اي اوبشن ولا اي حاجه، تعالى كده نرن الايبا اي دي تراست. هو المفروض يتسالك على شويه الاسئله اللي عندك، خلاص. الادمن باسورد اللي موجوده عندي على الاكتيف دايركتوري، اسف، لا، الباسورد دي بتاعت الايبا سيرفر، دي الادمن باسورد. والادمن باسورد دي لما تدخلها له هيعدل السكيما بتاعت اللوكال ايبا سيرفر عشان يسمح بالانتجريشن. يبقى دي الخطوه اللي كانت ناقصه مننا، خلاص. دي الغلطه اللي موجوده عندنا. ممكن اقول له كده الباسورد بتاعتي اهي، بيقول لك ملف الاس ام بي او ملف السامبا اوريدي موجود. وهيعمل اوفر رايت للملف ده. عايز تكمل؟ هقول له ماشي كمل، خلاص. enable trust domain support عشان compatibility، هقول له لا مش محتاجها. النت بايز دومين نيم بتاعي اسمه لينوكس، ماشي. do you want to run the IBA SID generate. ماشي كده، هيروح يعدل السكيما بتاعه الايبا سيرفر عشان يسمح بالانتجريشن مع الاكتيف دايركتوري، خلاص. دي كانت الخطوه اللي كانت ناقصه مننا. ماشي طيب، تعالى هنا عندي كده cat etc smb. كان بيقول لنا هنا الملف اللي هيتعدل اسمه راح فين، samba smb.conf اهو، ماشي كده. cat etc samba smb.conf. ممكن اقول له كده ايبا AD Trust Install.
كات اي تي سي سامبا اس ام بي دوت كونف. خلاص كده اتعدل والحمد لله وخلصنا من الموضوع ده، كلام جميل. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى ان انا المفروض اتراست او استابليش التراست ريليشن شيب بين الاثنين. خلاص استابليش تراست ريليشن شيب اهي بسيطه جدا، ايبا تراست اد، وهقول له النوع بتاعك اللي احنا كنا لسه بنستخدمه من شويه، النوع بتاعك التايب بتاعك اكتف دايركتوري، ده اكتف دايركتوري تراست صح كده. ممكن اقول له الدومين بتاعك كان اسمه مصطفى دوت كوم، وممكن اقول له كمان الادمن بتاعك اليوزر اسمه ادمنستريتور، ده اللي موجود على ويندوز. بيقول لي الاكتف دايركتوري دومين ادمنستريتور باسورد، دي الباسورد بتاع الويندوز ادمن. خلاص ده اللي هيسمح لك تعمل التراست ريليشن شيب بين الاثنين. طيب كلام جميل. الباسورد بتاعتي هناك كانت ريد هات علامه تعجب واحد على ما افتكر. كده المفروض ان هو حاليا بيروح يعدل في الاكتف دايركتوري وبيخليه يستبلش تراست ريليشن شيب بين الاثنين. يلا وحش ما تقلقش، هو الطبيعي كده بياخد له كام ثانية كده. ها حد عنده أي مشكلة في اللي أنا عملته لحد دلوقتي؟ ها كله تمام أكيد. يلا يا حاج نمنا جنبك. خلاص الحمد لله ربنا كرمه وخلص التراست ريليشن شيب وعمل فري فايله. طبعا الموضوع هو بياخد وقت لسبب لانه بيجنريت سيرتيفيكتس وبيروح يتراست السيرتيفيكتس دي على الاي دي ام وعلى الاكتيف دايركتوري على الاثنين، فالموضوع بياخد وقت عشان يجنريت السيرتيفيكتس فيهم ويعمل لهم تراست. ماشي ده لو عايز تفهم ايه اللي بيحصل في الباك جراوند، فالموضوع اكيد اكيد واضح بالنسبه لك يعني. وبياخد وقت كده لانه بيروح يجنريت سيرتيفيكتس وبعد كده بيروح يتراست السيرتيفيكتس ده على الجزء بتاع الاكتيف دايركتوري هنا وعلى الجزء الثاني بتاع مين؟ بتاع الاي دي ام هنا. طيب كلام جميل. تعالى كده لو حبيت في اي لحظه من اللحظات بالمناسبه تشوف التراست ريليشن شيبس اللي موجوده كنا اقول له كده ايبا تراست كتراست ايه تراست شو او تراست حاجه تراست فايند، ايبا تراست فايند. خلاص ممكن تقول له كده ايبا تراست كتراست فايند ولا تراست دومين فايند، عندي حاجتين في تراست دومين دومين فايند صح، في عندي تراست دومين فايند كده. الريلم نيم بتاعي كان اسمه مصطفى دوت كوم، ده اللي بدور عليه. قال لي ايوه موجود اهو، انت في عندك تراست ريليشن شيب مع الدومين اللي اسمه مصطفى دوت كوم وده موجود اهو. خلاص طيب ممكن تقول له كمان ايبا تراست فيتش فيتش دومينز، هو مفيش اصلا غيره عمل اوتو كومبليت لوحده للدومين بتاع اللي اسمه مصطفى دوت كوم. يلا وحش زمانك.
بنديك الصح. طيب كلام جميل. دلوقتي انا عايز اعرف الدومين يوزرز هل ممكن اشوفهم ولا لا؟ دي اخر خطوة بقى، يعني اللي هو يا عبد الصمد بقالنا يجي 5 6 مرات بنيجي عشان اليوم دون، صح؟ عايز اشوف الويندوز يوزرز اخيرا شغالين على لينكس. انا زي ما بقولوا كده مومنت اوف تروث، يعني لحظة الحقيقة، هل كل اللي احنا عملناه ده شغال ولا احنا قاعدين نعك من ساعتها؟ طيب عشان تعمل الحركة دي او عشان تتأكد من حاجة زي كده، تعالى كده اقول له كي ليست، هل انا معايا كيربروس تيكت؟ اه معايا كيربروس تيكت موجودة اهي، خلاص. بالبرنسبل اللي اسمه ادمن. طيب كلام جميل، ممكن اقول له كده، لو جيت اقول له كده اي دي للراجل اللي اسمه administrator at mustafa.com، هل ممكن اجيب الاي دي بتاعه؟ ها ايه ده، قدرت اجيب الويندوز يوزر؟ هل انا عندي يوزر على لينكس اسمه administrator او على الاي حتى اسمه administrator؟ والله العظيم موجود. ده جابه من مين؟ راح جابه من مين؟ من الاكتيف دايركتوري. طب تعالى كده اس يو كده للراجل اللي اسمه administrator ده، اي دي ام اي ان administrator at mustafa.com. ايه ده، قدر يعمل لوجن؟ قدر يعمل لوجن اهو، قدر يعمل لوجن من غير اي مشاكل. بي دبليو دي، قال لي انت موجود في هو مصطفى دوت كوم سلاش ادمنستريتور. شفت ايه اللي عمله؟ معنى كده ان الويند يوزر دلوقتي بقى قادر يعمل لوجن. طب تعالى ثانيه واحده، خلينا كده، انا اهبل، بلاش تعمل حاجه زي كده، بس المره دي خلي الراجل ده يعمل لوجن من اس اس اتش من بره بقى، داش ال ده ال ده اسم اللوجن. ها اي دي ام اي ان ادمنستريتور، اي دي ام اي ان اي اس تي ار ار اي تي او ار ادمنستريتور، صح كده ولا انا بتهيألي؟ ات مصطفى دوت كوم، والباسورد بتاعت الراجل ده اهي، ها قدرت اعمل لوجن. معنى كده ان الويندوز يوزر اللي موجود في الاكتيف دايركتوري بقى بيلوجن على اللينكس ماشين كانه نيتيف يوزر. ها قدرت اعمل سنجل ساين في الشبكه ولا لا؟ ها اتعمل؟ حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ تمام. طيب كلام جميل، ممكن واحد فيكم يسال سؤال؟ انا مستني حد يساله من ساعتها. هو انا محتاج استبلش التراست على المكنه على الاي دي ام واحد وعلى الاي دي ام اتنين، ولا كفايه على الاي دي ام واحد؟ هو بينهم ريبليكا صح، الاصل انه يعني الاس اس الحمد لله باك. كويس ان انت في واحد اهو فاهم اهو، ما الاتنين بيعملوا ريبليكيت مع بعض صح. طب هتقول لي طب انا ليه عملت، ليه انا عملت الكوماند دون اللي هو فين اي بقى اي دي تراست انستول، ليه عملته على المكنه دي وعلى المكنه دي؟ لان الكوماند دون كان بيروح يعدل ملف مين؟ الصمبا، كان بيروح يعدل الصمبا كونفيجريشن صح، والصمبا دي لوكال، الكونفيجريشن بتاعها مش محطوط في ال داب، فكان بيعدل اللوكال كونفيجريشن فايل بتاع الصمبا، فكنت لازم ارنه هنا وارنه هنا. حتى لو لاحظت كده، لو رجعت للسيرفر الثاني وجيت ابص عليه، بص كده هتلاقي في حته هنا مهمه جدا بالنسبه لك، بيقول لك ايه ده، فين بص كده، ده في حاجات اوريدي اكزيستنج عندك، شايف التراست فيو اوريدي اكزيست. ايه ده، انا لقيت ال ده بسكيما اصلا متعدله قبل كده للتراست دي، فانا مش محتاج اعدلها مره تانية، لكن الكوماند ده انا عملت له رن على المكنه التانية بس وبس عشان خاطر ايه؟ مين؟ ها الصمبا بس، يعدل لي ملف الصمبا كونفيجريشن خلاص كده. لكن في الحقيقه انا ما كنتش محتاج ارنه، لو انت خدت ملف يعني انت كنت ممكن تعمل حركه زي كده كات اي تي سي صمبا اس ام بي دوت كونف، تروح رايح واخد الملف ده كده كوبي زي ما هو
وتروح راميه على السيرفر التاني، ساعتها مش محتاج ترن الكوماند ده على السيرفر التاني. وصلت؟ لان ال ده داتابيز ريبليكيتد، فلو انت عدلت الاوبجكتس اللي موجوده في على السيرفر الاولاني اكيد هيتعمل لها ريبليكيت على السيرفر التاني، صح؟ ها وضحت الحته دي ولا في حد عنده شك في حاجه؟ تمام. تعال نرجع لويندوز هنا كده، مش ممكن على البطء اللي احنا فيه النهارده بسبب الجرافيكال انترفيس الغبي ده، حاسس ان انا رجعت للستينات يعني. طبعا الليزرات اللي بتنضاف على الايبا مش هتروح للاكتيف دايركتوري لانه وان واي تراست. ايوه، لو ضفت يوزرز مش الايباهات، لو ضفت يوزرز على الايبا، اليوزرز اللي على الايبا دول هيكونوا لوكال للينكس بس، للدومين بتاع اللينكس. تمام. مش ممكن، حاسس ان انا شخص اهبل باللي انا بقعد اعمله على ويندوز ده. يلا يا حاج، تعالى كده على ويندوز هنا او على لينكس هنا. اي دي كده للراجل اللي اسمه مصطفى، عندي انا حد اسمه مصطفى، بقول لي مش عندك يوزر خالص مصطفى. طيب مصطفى ات الدومين بتاع اللي اسمه مصطفى دوت كوم. نو ساتش يوزر. تعالى في عندي هنا غلطة، برضه مش موجود. طيب تعالى كده على على ويندوز بقى المره دي، تعالى نكريت اليوزر ده في الدومين هنا. هل ويندوز هجيبه هنا؟ عملت سيرش عليه ما جابوش. الغباوه بقى. تعالى كده التولز. بالمناسبة، لو حبيت تشوف التراست ريليشن شيب اللي موجودة في ويندوز هنا، ممكن تروح كده تجيبها من هنا، وممكن تروح لمصطفى دوت كوم. رايت كليك عليه كده وحط بروبرتيز بتاعته. بص كده التراستس اللي موجودة هنا، بيقول لك انت عندك تراست مع الدومين اللي اسمه ايه؟ ها؟ دي نقطة مصطفى دوت كوم. طيب كلام جميل، لو حبيت تروح على الايبا نفسه، مش فاكر كانت فين يا سيدي، كانت فين؟ تعالى كده ايوه، ايبا سيرفر تراست. بص كده على التراستس اللي موجوده عندك. ها على فكره انت كنت ممكن تعمل التراست ده من الجرافيكال انترفيس. ها
يعني انت لو حبيت تضيف التراست ده من الجرافيكال انترفيس كده، تعمل له تراست مره ثانيه، اعمل له بس اد، شايف السهوله، الدومين بتاعك اسمه كذا، هل انت عايزها تو واي تراست ولا وان واي تراست؟ تو واي معناها اليوزرز ممكن يكونوا موجودين عند اي حد فيهم، خلاص. الادمنستريتور يوزر نيم والباسورد بتاعته، او هو أو هو لو هي بري شيرد باسورد، والرينج بتاع الاي ديز، هل هو ديتكت ولا اكتف دايركتوري دومين ولا ده ايه بالظبط، ماشي كده. فانت كنت ممكن تعمل الكلام ده كله منين؟ من الجرافيكال انترفيس. طيب ما علينا، تعال نرجع لويندوز بقى، معلش استحمل العقم اللي احنا فيه مع الماوس السريع جدا اللي احنا بنشتغل بيه دول. كنسل هنا. تولز. اخر حاجه خالص عشان نطلق صراحكم النهارده، انا عارف ان انتوا النهارده زمان الناس كلها سهرانه. تعالى كده للدومين الظريف بتاعي ده، يوزرز. تعالى كده نضيف يوزر جديد، الراجل ده اسمه مصطفى. اللوجن نيم بتاعه اسمه مصطفى ات مصطفى دوت كوم، ماشي. بعد كده هعمل نكست. الباسورد بتاعته العقم اللي احنا فيه. تعال نرجع نغير الباسورد. مش عارف والله اعمل له ايه ده. يا عبد الصمد مرة تانية كده، بص ايه اللي حصل عندك. ها اليوزر بتحط على الاكتيف دايركتوري مباشرة، بيسمع في مين؟ في اللينكس دومين. ها طيب كلام جميل، تعالى كده اعمل لوج اوت من هنا. بص اول مره الراجل ده حب يعمل لوجن، طلب منه ايه؟ مش انا قلت له على الويندوز من شويه ان الراجل ده لازم يغير الباسورد، صح؟ الراجل ده جه عمل لوجن، عمل لوجن من لينكس، والله ولا فارق معايا يعني، يضرب راسه في الحيط. بيقول لي اولد باسورد نوت اكسبتد. طب اللي انا عايز اوريه لك من هنا ايه؟ اللي عايز اوريه لك من هنا ان الكيربروس، ها الاثنين كيربروس متفاهمين جدا مع بعض، لو حبيت انفورس الباسورد بوليسي من مكان مش هيفرق معاك. وضحت؟ دي الباسورد الاخيره عشان اعمل لوجن بعد ما عدلتها. ارجع بقى كده اعمل لوجن كروت هنا. تعال نروح اللوجز بقى نشوف ايه اللي موجود فيه.
لوج يا عم، تعالى على الحاج ده اس اس اتش، وخلينا نخرج من هنا اصلا. بار لوج مسجز كده، انا عايز اوري لك حاجة بس. ايوه الخير من المصريين، ما تقدرش تقرب منهم اساسا. هتقرب منهم على طول. مصر لمصر. انا بقى بيني وبينك لو كده يكمل والا هيكمل والله. الحمد لله شفتوا من ذاك اليوم. والله دي قهوة ومكتب طيب. ليه العذاب ده؟ انا ممكن اعمل كده تيل داش اف سكيور. تعالى كده احاول اعمل لوجن من هنا. الباسورد، المشكلة عندي في الباسورد ولا المشكلة في ايه بالظبط؟ تعال كده نروح للراجل اسمه مصطفى ده كده. انا كان نفسي اوريها لك من اللوج مسج. تعالى كده اعمل له ريسيت باسورد، تعالى احط له باسورد مؤقتة سهلة. يمكن انا دخلت الباسورد غلط. الكابس لوك كانت شغالة. ماشي، خلينا معلق الاخر. مش ممكن على الغباء اللي احنا بنعمله ده. ابوس رجليك انجزني. خلي بقى بدل العذاب ده احطها في ملف تكست كده. تعالى نعمل لوجن مرة تانية. قدر يعمل لوجن اهون. كانت فين يا سيدي؟ فين فين فين؟ اولا اول مرة عملت لوجن، اول مرة عملت لوجن كانت المشكلة في ايه؟ او لو ما جيت اعمل لوجن كانت المشكله ان الباسورد اللي دخلتها كانت غلط، فدي اول واحده.
للأسف مش هي مش ظاهرة في اللوجز. طيب var log SSD SSD linux.mustafa.com.log. طيب خليها SSD.log، مش قادر أوريها لك، كنت عايز أوريك بس الكوميونيكيشن بتتم إزاي. SSSD مش ظاهرة برضو للأسف، بس كنت عايز أوريك حاجة في اللوك، حاجة حلوة جدا بالنسبة لك، مش عارف أجيبها دلوقتي والله، مش عارف أمسكها يعني، خصوصا أنا ما عنديش أي لوك سنترال لوك سيرفر كنت ممكن أجيب لك منه الكلام دون. لما بتيجي حد بيجي يعمل لوجن كنت هوريك إيه اللي بيحصل بالظبط في الباك جراوند والكيربروس مسجز ما بين الأي دي إم سيرفر لحد ما تروح للويندوز، ورد الويندوز عليه بيكون عامل إزاي، وبعد كده الويندوز بيعمل، أو بعد كده الأي دي إم بيعمل له أوثنتيكيت إزاي بالتفصيل الممل لكل الخطوات دي. بس طب المفروض تكون حاليا فاهم يعني، اليوزر بيحاول يوجن على لينكس على الكلاينت، الكلاينت بيروح كلم الاي دي ام سيرفر، الاي دي ام سيرفر يروح رايح للكيربروس بتاع الويندوز بعد ما يعمل دي ان اس كويري، فلو الدي ان اس مش شغال مش هيقدر يوصل للكيربروس بتاع ويندوز كده، الدنيا راحت في مصيبه. ممكن هو يقدر يوصل للكيربروس بتاع ويندوز بس الكيربروس بتاع ويندوز ما يقدرش يرد عليه مره تانيه، لان الويندوز بتاع الكيربروس بتاع ويندوز مش قادر يوصل للدي ان اس بتاع اللينكس دومين، فانت موضوع الدي ان اس بالنسبه لك هيكون موضوع كريتيكال جدا. خلاص للاسف ما عرفتش اوريك الحاجات دي في اللوج مسج، انا كنت كان نفسي اوريها لك بس مش عارف اجيبها والله دلوقتي يعني، ف خلاص هي حظكم كده يعني، اعمل ايه؟ ماشي كده. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ ها ها حد عنده مشكله النهارده؟ موضوع الانتجريشن ما بين الاكتيف دايركتوري وما بين الاي با سيرفر. ممكن اغير الباسورد بوليسي، بس انت شايف اساسا الماوس بيتحرك ازاي، انا بحاول بقدر الامكان اقل حركه الماوس يعني، انت العقم اللي انا فيه ده ده وجعتني من كتر ما بحركها على التراك باد بتاع ماك. خلاص كده الكسل بعيد عنك يعني. بس عامة أنا كده يعتبر خلصت الجزء اللي هو إيه الانتجريشن بين الأكتيف دايركتور وما بين الأيبا، كده نص الإنفرا تقريبا شبه خلص. المرة اللي جاية إن شاء الله هنحاول نبدأ نسيت أب مين، يكون عندي لوجنج بقى عشان أبدأ ألم اللوجز دي بدل ما أنا أعمل كده زي البتاع مش شايف أي حاجة بتحصل حواليا. نحاول نظبط بقى اللوج ستاش مرة تانية بعد ما كنا انحرفنا عنها كده سنة ورحنا في اتجاه تاني خالص. إن شاء الله المرة الجاية نظبط الكلاستر بتاع اللوج ستاش ونبدأ إيه نظبط اللوجن كمان بحيث ان هنشوف ايه اللي بيحصل حوالينا. ماشي كده. ها حد عنده اي سؤال النهارده قبل ما يعني المحاضره الجايه هنكمل في الاستيك ستاك؟ باذن الله. خلاص نكمل نبني الانفراستراكشر، لان في حاجات مع الايبا لازم هناخدها زي موضوع التو فاكتور اوثنتيكيشن مثلا، زي موضوع السودو رولز والاكسس كنترول بوليسي بتاعت اللينكس دومين، كل الكلام ده هنتكلم عليه بس نكمل بقية الانفرا بقى يعني واحدة واحدة كده. خلاص هتعمل الاكسترنال دي ان اس ولا خلاص سيك على هيتعمل مباشرة بعد بعد الالاستيك سيرش؟ تمام ان شاء الله. ماشي انا كده اعتبر النهارده خلصت، ان شاء الله اشوفكم على خير المره اللي جايه وتصبحوا على خير. سلام عليكم. الله يعطيك العافيه.